بارك ألاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة للجمعة 25 على التوالي في مسيرات ووقفات تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الأردني دعما للشعب الفلسطيني. وندد المشاركون في المسيرات والوقفات بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان.